نعم، الأمريكان طبعا كانوا غير موافقين على أنه العسكر يقوموا بقيادة السودان، وأقصد هنا عبد الفتاح برهان وأحمد تي بعد الانقلاب على حكومة حمدوك. ذكر جنابك الأمريكان كانوا داعمين بشكل أو بآخر إلى حمدوك، يعني رئيس وزراء مدني كما حال في العراق، ما لهم علاقة بتوجهات الشخص. في العراق أي واحد يجي بس يردو يمشي الأمريكان، وفق رؤيتهم ومصالحهم والأمور تمشي هكذا، يطبق سياستهم يدعموه. أنا حتى السوداني في البداية دزوا رسالة إنه إحنا مستعدين ندعمك، لكن واحد اثنين ثلاثة من شافوه متباطئ ومتردد قال عوفوا. فالأمريكان هاي وحدة إنه ما رايدين حكم العسكر. الثاني كما ذكرت لك إنه السودان، شوف أستاذ نجم، السودان بميزة صح، شعب من 40 مليون، لكن بميزة قليل ما ينتبه لها بعض السياسيين، انه بلد تربطت حدود مع 9 دول، حدود يسموها سوفت، سهله، يعني لا بها جبال ولا محيطات ولا انهم طاب طالع، ونفس السحنه كذي، يعني هي خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن نفس السحنه اذا تحكي عن تشاد او اثيوبيا او هي ضيع بالشكل نعم. فلذلك رايح جاي، فحمدتي مسيطر، شو يسوي؟ تعرف يسوي؟ يسوي انقلابات بالقرن الافريقي بعض الدول، أو يدعم بعض الرؤساء مقابل تعرف شنو؟ مقابل نسبة 10% من الذهب المنتج في تلك الدولة. هذا طبعا وين كان يصب؟ هذا كان يصب بالخزائن اللي تريد تدعم توجهات الروس والصين كما ذكرت لك، في إنتاج عملة البريكس اللي تريد تساهم بها البرازيل والهند، دول مهمة مثل 35-40% من اقتصاد العالم. فالأمريكان قعدوا من النوم جوي حركوا هاي الملفات، ولا هو شنو اللي كان في السودان؟ ماكو شيء، اثنين متفقين كما ذكرت. أنا أقصد أستاذ أحمد انعكاس هذه الأزمة على السعودية والإمارات، لأنه نعم أكو طرفين. هل ستكون ما يشابه اليمن؟ هل سيكون مستنقع سياسي في هذه المناطق؟ نعم هذا السؤال. نعم هو هسه راح أجيك الآن أكو توجه داخل ليست فقط هاي الإدارة، داخل حتى الحزبين وداخل الدوائر المهمة في أمريكا، أنه يعاقب السعودية والإمارات. تخطوا عدة مناطق، منها رفع أسعار النفط، عدم موافقة على زيادة الإنتاج، إنتاج كميات النفط في أوبك، منها ما حصل في السودان ومحاولة هالدولتين الحقيقة الهيمنة على القرار، وبالتالي هذا القرار لا يصب في المصلحة الأمريكية كما ذكرت لك، يصب في المصلحة الروسية والصينية فيما يتعلق في العملة. لذلك شوف الحديث عن العملة وأنه الدولار راح ينتهي وأمريكا راحت بخر، مو صحيح؟ القصة كبيرة يا أستاذ نجم. هذا إضافة لأنه نقطة مهمة أستاذ نجم، أنه نعم. السودان أول من طبع يعني مع إسرائيل، تذكر جنابك أول خطوة سوتها حكومة حمدوك هي طبعت، من قلب الطاولة على 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 حمدوك هم السعوديين حقيقة، دعموا عبد الفتاح برهان وهم كانوا خلف الانقلاب، كما دعموا. هسه تقول لي ليش؟ اقول لك السعوديه ما تريد الدول العربيه تطبع، لانه اذا طبعت الدول العربيه سوف تجبر هي على التطبيع، وهي حقيقه معروفه. ولذلك الان عندهم مشكله مع الإمارات. ولذلك الامارات وقفت بالضد. نعم نعم، الامارات وقفت بالضد من توجهات السعوديه في السودان، نعم، وهي تدعم حمدتي. كيف سيبقى هذا الملف في منطقه الخليج واثاره؟ والله مع الأسف طبعا الشعب السوداني أنا شعب أحترمه وأعزه وأقدره، ولكن سوف يدفع ثمن حقيقة لحرب أتمنى أن لا تطول، لكنها حرب سوف تكون طويلة، ولكن ستستنزف هذين الدولتين، يعني السعودية والإمارات كما استنزفوا في اليمن، واللي تحاول الآن السعودية أن تخلص من حرب اليمن بأي شكل من الأشكال. وأنا قايلها وياك وذكرك يا أستاذ نجم، وقايلها مع آخرين من زملائك، أنه الحوثي ليس كما هي الميليشيات في العراق، ولذلك شوف ما حصلت شيء لا سعودية من الحوثي. أكو مفارقة هنا بالسؤال يا نعم. أستاذ أحمد، حمدون طبع مع إسرائيل، إسرائيل لا نعم. لا إسرائيل لا تتمكن حماية حمدون، والسعودية تتمكن من إسقاط إلا نعم. حمدون، هاي معادلة شوية صعبة يعني، عصية بالفهم. هاي حقيقة. هاي حقيقة. لكن حقيقة. لا أقول لك ليش. هل السعودية أصبحت لاعبا مؤثرا إقليميا؟ طبعا طبعا. هذا السؤال. لا أقول لك يعني هسه يعني مدى أنتقد أنا أقيم لك المشهد. وأنا أسأل في التقييم. نعم بالتقييم السعودية لاعب مهم ومهم وأساسي،
وحتى قلت لك وصل الى مرحله ينتج تحالف اللي هو هذا البريكس لو ما السعوديه ما يصير. تعرف هذا التحالف اللي فيه الصين وروسيا والهند واللي يريد يطرحون عمله جديده ضد الدولار، هذا السعوديه خلفه، هاي واقع وامريكا تعرف ذلك. ولذلك من اسقط مرسي في مصر هم السعوديين، والاماراتيين كانوا متفقين سويه وحد دعموا السيسي تدرك جنابك. وايضا كانت اسرائيل راضيه في مرسي، لانه مرسي كان قد اتفق معهم على سيناء، اذا تعرف الوثائق انكشفت فيما بعد، ما يعطيهم سيناء الى الى الى, إلى اسرائيل. ما قدرت اسرائيل تحمي مرسي، لانه تعرف ليش؟ لان دائما عندما تستخدم ورقه الشعب ضد الحاكم اللي يظلم شعبه ما تقدر اي دوله تحميك. واللي حصل الان في السودان نفس الشيء، حمدوك طبعا سقط قبل سنه، تدري مو البارحه سقط، سقط على يد الجنرالين يعني عبد الفتاح برهان وحمدتي، هم اللي سقطوا رئيس الوزراء. هنا اقول عفوا بس هذه اكمل لك، رئيس الوزراء، رئيس الوزراء هو من اعلن انه موافق على التطبيع مع اسرائيل. ما بقى شهرين، ما بقى صار الانقلاب عليه وجو العسكري يحكمون، وايضا الانقلاب صار بمساهمه سعوديه. اكو خلاف ما بين السعوديه واسرائيل، مو خلاف كما تعتقد مبدئي، اكو خلاف بالخطوات والمنهج. محمد بن سلمان غير راغب بالتطبيع بالشكل اللي صار مثلا مع الامارات والبحرين وغيره، ولذلك شوف السعوديه ما طبعت لحد هذه اللحظه. والايرانيين يحجون عليهم، والايرانيين تحت الطاوله مطبعين ويا اسرائيل. وجماعتك الميليشيات نصها رايحه جايه تل ابيب، خليني اقول لك اياها، وراح تنكشف هاي الاشياء. شلون بالله؟ فاحنا للاسف والله ودعتك ودعتك. شلون؟ شلون رايح؟ من رايح؟ رايحين جايين اشد الخصام، شايفهم ذول اللي يطلعون يحجون على اسرائيل ويحطون الاعلام وكذا يضحكون عليهم في تل ابيب، هو يحط العلم يدوس عليه هو قبلها باسبوعين هناك. لذلك اقول لك السعوديه واضحه، السعوديه قالت لاسرائيل لا لا ما طبعوا وياك هسه، روح انطي للفلسطيني حقوقه، بس صادق كاذب ما يهمني. اما الايرانيين الكذابين المخادعين ما يقولون للاسرائيليين العراق يطبع وياكم، اذا ما يطبع وياكم اذا ما تطون فلسطين. انا ابو علي اكو اسئله مره، يعني اضطر ما اغادر هذه النقطه لان انت تثير فضولي في ان تخلق عندي اسئله. هذا الذي جرى، هذا الذي جرى في السعوديه جاء في زمن محمد بن سلمان، المواجهه علنيه مع الامريكان في ملف الصين، مع اسرائيل في ملف مرسي وحمدون، يعني عنصر القوة الذي يمتلكه ابن سلمان في المواجهة المفتوحة، وبالذات الآن إسرائيل تحكم من قبل اليمين المتطرف. أنا أقول لك ليش، إذا تسأل ليش، أولا جبهة الداخلية قواها، شلون؟ أنهى كل خصومة، كل خصومة حتى من داخل العائلة المالكة، تدري جنابك وقت اللي اعتقلهم، اللي 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 انصاع ويا انصاع، واللي ما انصاع كلا برا يروح بمتها. هذه المؤسسه اللي كانت تحكم الدوله العميقه في السعوديه. اثنين، اجى سوى سياسه انفتاحيه مع شعبه، شاف توجهات الشباب عنده يدورون حياه يعني لاكجري وحياه مرفهه، فتح لهم هاي الافاق. ثلاثه، متن علاقاته مع دول اوروبا وروسيا والصين، مو سوى علاقات مثل جماعتنا يروح يقعد يسوي مذكرات تفاهم وكذب، مو صحيح؟ راح تعال ابو الصين اقعد 500 مليار يلا اشتغل استثمار 500 مليار حقيقه بيد قرار. لذلك استطاع ان ينسج علاقات واجه بها البيت الابيض. هسه تقول لي صدق كذب، اقول لك واجههم، هنا يشكون من عنده بصراحه، اقول لك اياه من محمد بن سلمان، يعني متاذين من عنده. لولا حلفاء من الجمهوريين لكان الامر غير شكل، لكن الجمهوريين ان الحزب الجمهوري واقف وياه، وبدليل زياره لينسي جراهام هاي الاخيره الى الرياض. اقول هذه هي الواقع السعودي الان، واقع سياسي، لكن تدخلها انا انتقده، تدخلها في مسار الحياه السياسيه في الدول هذا يعني ما يعني بالعكس يجب ان تقف مع الشعوب. هذا الصراع اللي صار في السودان وقبله باليمن ومصر ايضا التي اوشكت ان تقع في الحفره، تذكر جنابك، هذا ما مقبول، هذا ما مقبول، هذا ما مقبول. والان تجين مع تسوين صفقه مع ايران على حساب مصالح الشعب العراقي، تدعمين الفاسدين اللي يمثلوا الطوائف، لا هذا ما مقبول. انا هنا اقف وانتقد. لذلك اقول السعوديه نعم لاعب مهم ومؤثر، لا يمكن تجاوزه، واللي يتجاوزه ما يفهم بالسياسه كل شيء. زين، ولذلك ايران راحت من صعب. نعم.